رسالتنا للعالم رسالة خير وسلام، وقوة الرسالة من قوة مرسلها، ومكتسباتنا خط أحمر لا بد من حمايتها بالغالي والنفيس. هكذا ختم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جملة تغريداته التي أطلقها طباعا ظهر اليوم عبر حسابه الشخصي حول تشكيل قوة دفاع وطني إضافية تشمل جميع المواطنين الذكور ممن أتموا سن 18 أو الثانوية العامة ولم يتجاوزوا 30 وتكون اختيارية للإناث. تفاعل فوري وقوي مع هذه التغريدات في وقت قياسي مما ينبئ بتأييد شعبي واسع متوقع لهذا القرار. وإلى دستور مصر، الموضوع الذي تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلاً عبر تويتر العربي هذا الصباح، وذلك عقب إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد بأغلبية ساحقة. لم تقتصر الفرحة بالدستور الجديد على المصريين فحسب، بل شاركهم المغردون العرب بتعليقات هنأت انتصار الإرادة الشعبية التي أثبتت أنها أكبر من أي جماعة أو تنظيم، محتفلين بعودة مصر للعالم العربي بعد تخليصها من حكم الإخوان حسب ما علق المغردون. ومن الاحتفاء بالدستور إلى تأييد لنوايا مصرية بمنع مرور السفن القطرية عبر قناة السويس، وذلك لموقفها الداعم لتنظيم الإخوان اقتصاديا عبر هاشتاغ مصر تمنع قطر من استخدام قناة السويس. من ناحية أخرى، أثارت أنباء عن اعتزام الكويت استضافة مؤتمر للإخوان كما ورد بصحيفة خلف الكواليس الإلكترونية، أثارت استياء المغردين الكويتيين فأنشأوا لذلك هاشتاغات مستنكرة. ومن تويتر السياسة إلى عالم السيارات، واللغط الدائر حول سيارة غزال السعودية، أول سيارة عربية محلية الصنع بالكامل، والتي أعلن مؤخرا بأنها للتجربة وليس للتجارة، وهو اللغط الذي انعكس في تويتر عبر هاشتاغ غزال ليست للتجارة. منهم من عبر عن إحباطه وتشكيكه بأسباب القرار، ومنهم من دافع، ولكن هناك من ذهب بالأمر مأخذ المزاح. وأخيرا إلى هاشتاغ طريف بعنوان ماذا لو كان تويتر بفلوس؟ كل أول شهر بتنزل تغريدة، كان الريتويت ما يوقف. لو التغريدة بفلوس فصمته من ذهب.